حيث أن عادل عبد المهدي قال إنه سيقضي على الروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة، ولكن أدناه صورة لـ 52 وثيقة حكومية. سنشاهد الآن هذه الوثائق الحكومية التي يقول مواطن إنها حصيلة طلب نقل من تربية الرصافة الأولى إلى تربية الرصافة الثانية. هذه معاناة مواطن يريد أن ينقل ابنه أو ابنته من مدرسة إلى مدرسة في نفس المنطقة. 52 وثيقة، فما بالكم بما يحدث في غيرها من قطاعات الدولة.